شارع الرشيد من أقدم وأجمل الشوارع في بغداد، افتتح في بداية القرن الماضي وسمي في حينها خليل باشا جاسدي، وبعد انتهاء الانتداب البريطاني وقيام الحكومة العراقية سمي بشارع الرشيد، وهو أول شارع يعبد في العراق، وبدأ كمركز تجاري وثقافي وترفيهي. في العقود الماضية وفي الزمن الحاضر وبسبب الظروف القاهرة التي مر بها العراق، تحول الشارع من مركز جذب لسكان العاصمة إلى تحفة معمارية منسية. لذلك تبلورت فكرة لدى مجموعة من الشباب والشابات الأكاديميين بإعادة الحياة إلى هذا الشارع في الجزء المحصور بين جسر السنك وجسر الأحرار، حيث سيتم في تنفيذ ما يلي: تنظيف الطريق وتهيئته، البدء بالتصليحات والصبغ للمباني بما يتناسب والحلة العمرانية التراثية وبشكل حضاري، تهيئة الأرضية وترميم الأجزاء المتضررة منها، تنظيم ونصب إنارة حديثة تتناسب مع أهمية الموقع، وكل ذلك سيكون بإشراف كوادر متخصصة في الأمور العمرانية والتراثية وبالاتفاق مع مجلس محافظة بغداد وأمانة بغداد في الدعم المعنوي والمتابعة في جميع التفاصيل. وتكاليف المشروع ستغطى من المساحات الدعائية المعروضة من الراعين في القطاع الخاص، وستكون النسب كالتالي: الذهبي 25%، والفضي 10%، والبرونز 5%. وسيتم عرض هذه المساحات الدعائية التي تضم العلامات التجارية للراعين. أولاً، في الفيديو الترويجي للافتتاح والذي سيظهر به نخبة من المشاهير في الوسط الفني والرياضي والثقافي، حيث سيعرض هذا الفيديو عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، وثانياً في الإعلان عن الافتتاح في الصحف اليومية، وثالثاً في حفل يوم الافتتاح، حيث سيكون هناك احتفال كرنفالي في الشارع يعبر عن الهوية البغدادية. وحدث البساط الأحمر مدعو إليه أكثر من 300 ضيف من نخبة المجتمع العراقي، سياسيين، رجال أعمال، ونجوم الفن والرياضة والثقافة، علماً أن حدث الافتتاح سيتم بثه مباشرة عبر القنوات الفضائية. الغاية من المشروع هي إحياء التراث البغدادي بطريقة جديدة وجذب اهتمام القطاع الخاص إلى هذه الأجزاء المهمة من عاصمتنا الحبيبة، ولما لها من مكانة مهمة في بغداد اقتصادياً ومعنوياً وثقافياً، وكذلك لتشجيع المواطنين البغداديين على القدوم للشارع وإعادة إحيائه.